بس والله ما يخل علينا طال عمرك ذاك الحين، اخر ما يجينا طال عمرك. اما ضرس ما نعرف تختور ذاك الحين، ولا عقرب انت قرص صايح. لا لا الله كله لين نسل، ما في تختور. هوايتك ابو سعود سالك وش هوايتك؟ انا اقول شو هوايتك في الدنيا؟ هوايتي في الدنيا؟ في الدنيا؟ ايه والله هوايتي طال عمرك طيب يا حبيبنا، ابي موقف مر عليك بالحياه ما تنسى هالموقف، سواء كان موقف محزن لا قدر الله، موقف مفرح، عطني بس وش اللي مر عليك بما ان جالسين بها شبت هضة والسوالف والونازل لا تغشش تعال. مشاهدي قناه المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمه الله، واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطيه واللقاءات الخاصه مع مجموعه ممن يسكنون الصحراء أهل الإبل. الاسم محمد بن سعود الدوسري. حياك الله يا أبو حاتم يا قناة المسافر. على كل حال هذا زي ما أنت شايف إنه في نعمة، نحمد الله ونشكره ونثني عليه، وعند هذا الإبل، وهذه من عشقنا ومحبتنا لها لأنها تراثنا القديم، ونحمد الله ونشكره في ظل حكومتنا الرشيدة. عسى الله يوفقهم لما يحب ويرضى، وحنا في النفوذ الكبرى، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله هالاجواء وهالمراعي، ونحمد الله ونشكره، مستانسين ومبسطين، وهذه بلد مباركه، ونحمد الله ونشكره. لو يدرون الناس اللي في اللي ما قال في الخارج، لا ما عاد ما لقينا موطا قدم نجلس فيه. عندنا السهول، وعندنا الجبال، وعندنا الاوديه، النفوذ الكبرى، ونحمد الله ونشكر. عندنا نفط الربع الخالي، فكل بو نفدنا وارضنا ارض خير، وشعبنا شعب خير، ودولتنا دوله خير، ونحمد الله ونشكره. والله يا اخواني ان ما الله ما يبي منا الا الشكر. ويا زياره قنواتكم المباركه صراحه فرحنا بها، ونحمد الله ونشكره ان استضفنا انت وامثالكم. وفي شيء ينشر هذا الخير وهذا الامن وهذا الامان في بلادنا الحبيبة وفي شعبنا الحبيب. نحمد الله ونشكره أن لنا 3 أيام وحنا نمطر في النفوذ الكبرى، والمطر نحمد الله ونشكره منا وشمال. والله علومكم طيبة يا قناة المسافر، تزورون البادية وتجونهم في أماكن صعبة وعلومكم طيبة. هذه طال عمرك ابننا، طال عمرك مغاتير انتاج من عندنا مبطية، سمع طال عمرك، والبالعلومها طيبة تجيبكم يا الحوات الغانمه مثلكم ومثل شرواك، سمعت طال عمرك. هذا طعمك المقهور، المطعم كان معشتن هناك في حجاج ذاك. طبعا هذا المقهور طعمك نقهره للبل، والبل ما تروح منها ولا مطيه، نمسك لها ومثل يسمونها انها البل قعده، ما يتعدى المطيه. والرحول هذه طال عمرك الحشوان الصغار، ممكن في ناس من المشاهدين ما يدرون عن المقهور، المقهور هو الركيزه الرئيسيه للبل، المغاتير ما تعدى، هذه يسميها طبوع، ما يمكن اتعدى، وتسحب الرحول وتجي حشوان وراك، يعني بسحبها الحين. وعلومكم كلها طيبه، والله اننا مقدرين علومكم، انكم تجون في ظروف صعبه وفي واعده والنفوذ صعبه شوي. وبيض الله وجيهكم، زيارتكم لنا هي المكسب. والبل طال عمرك علومها طيبه، هي اللي تعرف الرجل حوات الغانمه، وهم اللي يجونها، كل علومها طيبه، الله يبارك لنا فيها. وهي ماضيها عارفينها انتم، ما يحتاج توضيح من العلوم كلها. بيض الله وجيهكم على كل حال. الاسم طال عمرك حسين بن سعود الدوسري طال عمرك. ان طعمك هالنفوذ الكبرى، لان ممكن حول 4 سنوات وان نشتي فيها ونصفر. والنفوذ تونس، خاصه لا صارت فيها البل تونس اكثر. وبيض الله وجيهكم ورحم الله والديكم بزيارتكم، معتنين بسالتها. فيها طال عمرك رمانيه، اغلبها رمانيه اللي عندنا البل الاول. وفيها بواتل، طال عمرك الحاكم على حاكم ابن قريع باتري، والله يبي وبه جبوا مبارك. ابن قريع استفادوا من الباديه بصفه عامه، كل ابوها الباديه. يقولون العام اللي يضرب على بعيره من القعدان 35 قعود. وعلومه طيبه كلها ابو مبارك يرحم والديه كثر خيره. والله علومه طيبه عند الباديه بصفه عامه. سلاله انتشرت بسبب والله مو السنه اللي راح ذي بالقحاتن عليه، والله يمنحنا والمسلمين.
وحب الإبل يورثونه الأجداد للآباء والأبناء كذلك. هذا أحد الأبناء، أبناء البادية، ما يصدق أي فرصة ويكند لو يجي عند البل. مبارك بن حسين سعود الدوسري. والطيب لا تستغرب من هذا الطيب، كثر الله خير أبو سعود الدوسري وإخوانه وعيال عمه، أكرمونا الله يكرمهم بالجنة في ضيافة أبو سعود الليلة. مركبنا طعمك الخط حق اسكاكا، مطر خفيف، محولنا طال عمرك على الشقي، لا والله مزاد المطر الهري اليوم، والنبه طال عمرك لان حولنا على طريق اسكاكا عرعر. يوم تعدل المفرق حق دومة الجندل لمسة المطر، اللهم لك الحمد، يوم الخط يسيره الله سيره، كثر الماء كثر الماء على خط، ونهز طعمك على اسكاكا المطر النفي، يوم جت الساعة 2 فروا وحدونا، يوم ركب الخط حق حايل اللي يودي للطريق العام، لا والله يوم جدا النهاري طيب كل شيء يمشي، والخط بيميننا ميسيرنا، محولت الخط ميسير ميمينه المطربته معنا معنا مسحت شغل ما تلحق عقب، والفر مليانه، والنباه لين اقبلنا طعمك على الشقيق. اتصال مغانا. هذه البادية التالية، الأولين اللي هم ممشى الغير على بعارين ويسوقون غنامات ويسوقون حالتهم عسى الله يعيننا ويعيننا. أما التالي لا والله مرخينا الله حلانا من فضل الله وكرم. الحمد لله. إي والله لا هي جوعانة ولا هي عطشانة، ولا أنت بجوعان ولا أنت بعطشان. نعمة. والشكر لربي. هذه أنت بتختل من ماشي جعلك تسلم، تسدر الماء في كل مكان. اللهم تدرة الاعلاف في كل مكان. ده ولد رخم. ان شاء الله يديب علينا الامن. وتابع اللهم امين. تلقى رعى الحلال يربع بالشمال، انسان في ربيع بالشمال ويصيف بالجنوب. الله الله. ولا مقتدر ناخذ شيء. يعني مقتدر. اللهم لك. مقتدر. اقول لك فضل من الله. طال عمرك قريبته ولا لا اشتكينا حاطين فيه شلقه ويسون به الوغدان الصغيرين ضاله بعد حتى الكبار ما يذوقونه بعد. ايش رايك؟ الله اي لين يتقربوا هالحين الحمد لله الموتر مليان صحه والوايت يباريك ولا قوم الوايت قالوا ما يصلح بعد مو بحلو مو بحلو وانا اشرب الهمج والله انا اشرب الهمج حرام بالله لا عيناها في سكوت وبس هماج وتشربون هماج ونشربه والله انه هماج وقراحن عندنا بعد ذاك الحين اي انت بس بتحصل ماء تحمد الله الحين طلع من ذاك المقام هذا مو بحلو مع يحول من شابدي نفخ شابدي الماخو نصدر طال عمرك ما معنى لا جربة اي ومعنى لا اشتك مليان ما هذا الكلام قبل السيارات يا رجال السيارات ما جت الا ان شاء الله على البعارين على البعارين اسلم وانتبه على صملتك انتبه على وايتك لا ينفجعك لا اشتكك ولا جربتك تهلك ايه. تحافظ عليها بعد نصدر عند حلالنا طال عمرك ناخذ 3 واربعة ايام منا في المضمض. الله اكبر. اي لين نرد عليهم ثانيه. لو وردنا طال عمرك من القرابه يابسه شنه. ما عاد فيها ماء ونصب فيها من البرغال اللستك. وهماجم بعد. ولا واعفى من الضبط. واسبق من كل شاء الله بس والله ما يخل علينا طال عمرك ذاك الحين خير ما يجينا طال عمرك اما ضرس. ما نعرف تختور ذاك الحين ولا عقرب انت قرص نصايح لا الله كله لين نسل ما في تختور ما في اسعاف الا الله سبحانه ترضى بالامر الواقع الحمد لله غصب من ورا خشمه بردوح طيب ابو محمد لا انت والسامعين وقايل حدثنا ايام العيد اذا صار عندكم عيد وشلون يتبعون الأولين وشلون الاستعداد للعيد والله من قد حالهم ذاك الحين يا أخوي من قد حوالهم بعضهم يجي العيد الحالة وبعضهم يجي طال عمرك والعربان ذاك الحين مباركين قدام الله يغنيهم وهم متجمعين ذا الحين يما اغتنوا تفرقوا خابرهم من 3 واربعة بيوت والفريد جميع الله وعند كبيرهم ذاك الحين والمجمع عند واحد الله هالحين من فضل الله وكرمه
هذا الحال وذا الحال اللهم امين ومن فوطاننا اللهم امين الحمد لله رب العالمين يعز القيادة اللهم امين اللهم امين. هوايتك ابو سعود سالك وش هوايتك؟ انا اقول شو هوايتك في الدنيا؟ هوايتي في الدنيا؟ في الدنيا؟ ايه والله هوايتي طال عمرك لا نعشة لا هو شوف ما يدري وين يبدا بال لا انا اقول لك هوايتي يعني وش الاناشة في الدنيا ذي لانها يا سلام زايله هي الاناشة ومجمع الحوات وال انا ما قال نجد اللي يضحك والضحكة الطيبة والسالفة الطيبة انا راح ادور هذا الحين ما ادور الضيق وادور هذه هوايتي لأناشة. يعني معطي النفس هوا هذا الكلام يا سلام عليك. طبعا في كل مجتمع شباب كاشتين ولا سنف والله مجموعة طالعين ولا في برضه يعني في العائلة تجدون واحد فكاهي يدخل القلب بدون استئذان. هذا الرجل الله يرضى عليك دخل القلب بدون استئذان الله يرفع قدرك. طيب يا حبيبنا أبي موقف مر عليك بالحياة ما تنسى هالموقف سواء كان موقف محزن لا قدر الله موقف مفرح عطني بس وش اللي مر عليك بما أن جاسيم ها شبة هضة والسوالف والونازل لا تغشش تعال اصبر وش يقول؟ ما ادري هو وش يقول وش ما طق ما لك يوم ربي حرب يوم خاب قصة العيد عليك اها ها اغرب طال عمرك قصه واحده يعني اي تمام واقشر قصه تمام طالع هنا ايوه رايح انا واحد اخواني اللي هو قال حسين سعود ترى الكلام هذا قديم معنا ديت سنة 89 تقريبا سافرنا نبينا راجل في الجهات حرض وهذيك الديار يوم وصلنا مكانه قال والله انه قدام فترة رحلوا تمام شدوا هاو رحلوا ابي رايحين في البر في البر اي هو في البر فقوانا اتجاهوا قالوا اتجاه الفلاني اتجاهنا بنشرنا هذا اول الدبور هذا اول المشكله ترى لا على فطورنا ترى لا تغدانا ولا هذا الليل والعراقيل اسلم بنشرنا يطعم بغينا نفك السبير معي انا عصافريت فكنا الكفره ورقعناها سوينا رقعه اوه حلو الرقعه ذيك القديمه في بديل في راي اخر حلو اي عرفتها المهم ان نطعم فرقعناها ومشينا مع المغربيه طقنا ذاك الحجر نشقت كفرة ثنتين ما عاد ما عاد هذا الدبور ما قبل اي بين المغرب وبين بين العصر تعال تعال ابو اللي سوق ابو سعود ولا اللي سوق ابو سعود حسين اسلم يعني نحطها في راسها الحين ما عاد فيها رقع الكفرة ولا عاد فيها خلاص المهم صراحة تضايقت انا هو صار الحملة فيه لا غدا ولا عشاء ولا عشاء الله يدفع ما العشاء بعد جاء وكفرين العشاء ما بعد جاء العشاء هي تمام اي هنا بين الحين العصر والمغرب قال يا ولد ترى انا ما صلينا هي ترى انا ما صلينا العصر الله ترى رجال بنصلي ان شاء الله خلينا نشوف الكفره اللي قدام تغيب الشمس ما عاد نشوف المهم دبر عني واذن قال الله اكبر اي والله خلاص اذن رجال جيت ويوم انتهى الاذان يوم صلينا قال روح انشف عن ذيك عندك العصا العفريته ثاني هذيك وراك طايح تنين الله اكبر بعد الصلاه وهو وبليش يرقص قدامي انت مسخره انت علي عصا العفريته هناك انت مسخره علي انت انا في حال مسخره عاد البنت هاد قال يا رجال روح وراك روح شوفها وراك شافها هو اصلا اذنه شافها بعينه من دفنه هناك صحيح ترى لحظه عشان المشاهد يفهم يا جماعه العصا العفريته ما يعني طايحه شافوه بشيء طايح بالبر اي شافه هو يذن مضبوط يعني ما هي العصا اللي انتم واقدينها من سيارتكم لا اها جايبها الله جايبها الله تمام يد تمام بس تمام فهمت علي اطير فيه قلت مسخره ذا وقت مسخره الحين علي كان الرجال روح وراك بيرزقك الله روحنا نجيت عمك هذه من دفنه والله انا مصدع سبحان الله في مراح يا اخي في رقه كذا ما هي الله اكبر ترى وصلنا دركنا شوي ترى ما حالنا حد ذاك الوقت الله. حتى المويه ما ادري هو معنا مويه هذا اغرب الله زي بيض وجهك